السلام عليكم. اليوم جبت لكم صور جديدة تعود إلى البارحة، و يعني تظهر أن الأشغال على مستوى أرضية الميدان نتاع ملعب دويرة راهي يعني على قدم وساق فيما يخص وضع نظام تاع تصريف المياه، وهذا ينذر بقدوم تغيير كبير فيما يخص هذا الملعب، وسوف تتسارع الأشغال في الأيام القليلة القادمة لوضع العشب الطبيعي وكذا وضع الكراسي. إذن هانئا للكرة الجزائرية، وخاصة أني سمعت بعض التسريبات تقول بأنه الكأس إفريقيا لاكان مش لاشان سوف تنظم في الجزائر وتسحب من البلد اللي كان حيضيفها تاع غينيا في 2025. إذن على يعني بعد 3 سنوات تكون فيه إن شاء الله تكون فيه الملاعب الكبيرة هذه تكون واجدة من هذاك الوقت، وزائد الملاعب هذه نتاع الشان هذه تاع النبا وقسنطينة. وإذا إذا كان فيه يعني تنظيم نتاع الشان يكون جيد وتكون يعني يلقى التجاوب نتاع الكاف يكون فيه إعجاب يعني بالتنظيم نتاع الشان، سوف تكون أكيد نكون خطينا خطوة كبيرة وهامة جدا نحو تنظيم كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.